السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم الطلاب الكرام. اذا هذا الفيديو خاص بالطلبه اللي غادي يدفعوا السيكل انجينير في كليه العلوم والتقنيات مراكش الفيستي. اذا بالنسبه للشروط، اول حاجه طالبين الناس اللي عندهم باك 2018 او لا 2019 ويكونوا حاصلين على دوغ دوست دوب او لا دوت، وكذلك اولا الناس اللي عندهم الاجازه او ما يعادلها. اذا بالنسبه للي فورماسيون اللي مفتوحين في هذا السيكل دجينيور وممكن اننا ندفعوا في اليوم، كاين 6. كاين اولا اندستري دو سيكوريتي دي زاليمون، جيني اي ماتيريو اي بروسيدي، انجينيري اي فينانس اكتواريا، جيني سيفيل، انجينيري اون ريزو اي سيستيم دانفورماسيون، انرجي رينوفلابل اي موبيليتي الكتريك. بالنسبه للموداليتي دي كونكور، كاين اولا البريسيليكسيون يعني الانتقال الاولي اللي غادي يعتمد فيه على النقطه، وكذلك المعدل ديال كل سيمستر والعدد ديال السنوات اللي عندك في الكليه، المكتسبات القبليه ديال الفيليير اللي اخترتي. ثاني حاجه هي الامتحان الكتابي، وثالث حاجه هو الامتحان الشفوي. بالنسبه لمراحل الترشيح، المرحله الاولى هي التسجيل الاولي في هذا الرابط هذا، واخر اجل بالنسبه ديال هذا التسجيل هذا هو 29/7. وملي كتدخل كاع المعلومات الشخصيه ديالك وكتسجل، كيرسلوا لك واحد الايميل اللي تيكون فيه واحد الرابط. في هذا الرابط، هذا الرابط اللي كيرسلوا لك الايميل ديالك، كيكون عندك الحق دائما انك تغير المعلومات ديالك، المعلومات الشخصيه ديالك الا كنتي غلط في شي حاجه. وهنا راه كيشيروا انه اي معلومه ما صحيحاش كيلغي الترشيح ديالك مباشره، يعني ركز مزيان اشنو كتدخل في المعلومات ديالك. بالنسبه للمرحله الثانيه، غادي تقعد واحد الدوسي في هاد في الهاتف ديالك او لا في الحاسوب سو فوروم زيب، غادي تشوفوا كيفاش. وهنا هذا الدوسي غادي تحط فيه نسخ ديال لي غولفيد نوت ديال مسكانين يعني مصورين ديال كاع السنوات ديالك في الجامعه، وكذلك نسخه ديال الباك من جوج جوايه و لا كارت ناسيونال حتى هي مصوره ومحطوطه فيه. وبالنسبه للدوسي ضروري خصو ما يفوتش 5 ميجا اوكتي. اذا كمثال لهذا الدوسي يعني السميه ديالو، يعني كندير الاسم العائلي ديالي، كندير تيري ويت الاسم الشخصي ديالي تيري ويت، وكندير باغ اكزومبل جي سي يعني سيكل دانجينيور باغ اكزومبل. ومن بعد ملي كنكد هاد الدوسي وكندير فيه جميع المعلومات الشخصيه ديالي، كنكون بريسيت او سامبلو، ما كتكون بريسيت في بي سي ولا في سميتو، كيكون سو فورم ديال زيب او لا رار، بجوج هما مقبولين، غير ما يفوتش 5 ميجا. ومن بعد ملي كتقاد هادشي كامل، يعني ضروري خصك ترسل هاد الدوسي هذا قبل 29/7. بالنسبه للمرحله الثالثه، بالنسبه للطلبه اللي تقبلوا في الانتقال الاولي، ضروري نهار ديال الكونكور خصهم يحطوا في لي فيستي الدوسي ديالهم الورقي اللي هو يتكون من فوتوكوبي ليغاليزي ديال لا ديستاسيون دي روسي ديال الدوك، كذلك اولا الدوب اولا ليسونس، المهم جميع الدبلومات ديالي، كذلك الباك، وكذلك فوتوكوبي ديال كارت ناسيونال. وبالنسبه للريزلت راه غادي يعلقوهم يا اما في لي فيستي اولا في هذا الرابط طبيعة الحال نهار 2/8. وبالنسبه لهنا راه كان غادي نخلي لكم يعني الكالندري فيها جميع التواريخ اللي كتعلق بجميع المراحل اللي غتتم من بعد، وكنتمنى التوفيق للجميع.